الكاتب العام بالنيابة لشحيلة نداء البرموس. هذه الوقفة كتجي في إطار الاحتجاج ديال الشغيلة ديال البرنوصي بشكل رسمي على التعنت وعلى المسائل المقصودة اللي كتعرفها ولات كتعرفها الشغيلة مؤخرا من طرف بعض المسؤولين بالخصوص من طرف مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد. مؤخرا كانت واحد السيادة اللي تعطات الإدارات العمومية والشبه العمومية بالطبع احنا خصنا نستافدوا منها. وزارة الداخلية الله يجازيها بخير أشرت لينا على الملف ديالنا، لكن كنتفاجئوا بالرفض الغير المعقول اللي تعرضنا ليه من طرف وزارة المالية والاقتصاد. إذن هذا هو الموضوع الأساسي والرسمي للشكيلة ديال عمال توزيع الماء والكهرباء سواء على مستوى البرنوصي أو على مستوى المغرب تحت إطار الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء المنطوية تحت إطار الاتحاد المغربي للشغل. المحلي الاتحاد المغربي للشغل مديرية البرنوصي. هذه الوقفة جاءت احتجاجا على عدم القبول ديال واحد الزيادة كنا طالبنا بها، وكان على إثرها كانت لقاء مراكش. الحمد لله وزارة الداخلية أشرت على الطلب، بقى لنا تأشيرة ديال وزارة الاقتصاد والمالية من هذا المنبر للأطفال والمسؤولين ديال وزارة الاقتصاد والمالية باش يأسهم لنا على الطلب هذه الزيادة اللي هي استفدت منها جميع الإدارات العمومية والشبه العمومية.